السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد إسماعيل من تيم علوم بشكل جديد، بشرح في تخصص الكيمياء الحية والتغذية. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الأيرن اللي هو الحديد، هنتكلم عن المصادر الموجود فيها الحديد، هنتكلم عن أهمية الحديد، هنتكلم عن المتطلبات اليومية للحديد المفروض نحصل على من الغذاء على كام ملي جرام من الحديد يوميا، هنتكلم عن الديفيشينسي او نقص الحديد، هنتكلم عن الاسباب المسببات نقص الحديد، الاعراض او السيمتومز اللي بتظهر على الانسان نتيجة نقص الحديد. هنتكلم في البداية عن المصادر. في المصادر، من اكتر المصادر الموجود فيها الايرن اللي هو الحديد هو الليفر، الكبدة، البرين، المخ، الميت، اللحمة، الايج يوك اللي هو الصفار البيض، الهارت اللي هو القلب، الكيدني اللي هو الكلى، الاسبلين الطحال، الفش السمك، الموليزس اللي هو عصير القصب، الديت اللي هو البلح، الابل اللي هو التفاح، الفيجيتابلز اللي هو الخضروات المختلفة. بعد كده هنتكلم عن الايرن فانكشن، اهمية الحديد. رقم واحد اللي هو الهيموجلوبين. عندنا الحديد بيدخل في تكوين او تركيب الهيموجلوبين. طب ايه اهمية الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين بيرتبط بالاكسجين ويتم نقله للانسجة. رقم اتنين في اهمية الايرن اللي هو الميوجلوبين. الميوجلوبين، الايرن بيدخل في تكوين الميوجلوبين. احنا عندنا الهيموجلوبين بيعمل ككارير للاكسجين، اما الميوجلوبين هو اللي بيخزن، يعني الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين اما الميوجلوبين هو اللي بيخزن الاكسجين. كمان من اهميه الايرن اللي هو سينثيز اوف اي تي بي اللي هو انتاج الطاقه. بعد كده الانزيمز، عندنا الايرن مهم في تنشيط بعض الانزيمات يخليها تقوم بدورها في جسم الانسان. بعد كده البروتينز، الايرن بيدخل في تكوين او تركيب بعض البروتينات المهمة داخل العضلات. بعد كده هنتكلم عن الريكويرمنتس او احتياجنا اليومي من الايرن. بالنسبة للادلت من 5 لـ15 ميلي جرام بير دي. يبقى الايرن احتياجنا اليومي منه من 5 لـ15 ميلي جرام بير دي. يبقى النسبة دي بتزيد في حالات البريجنانسي واللاكتيشن اللي هو الحمل والرضاعة، بنحتاج من 30 ميلي جرام بير دي، 30 ميلي جرام يوميا في حالات البريجنانسي واللاكتيشن من الايرن. بعد كده هنتكلم عن الايرن ديفيشينسي كوزس، اسباب نقص الحديد في جسمنا. يا اما بسبب الديكريز في الانتيك نفسه، ان انت ما بتاكلش اكل فيه كمية كافية من الايرن اللي جسمك محتاجها، يا اما في ديكريز في الابزوربشن، في سوء في امتصاص الايرن عندك، في مشاكل في سوء امتصاص عندك في الايرن، يا اما بسبب البليدنج اللي هو النزيف. طبعا الايرن بيكون موجود في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء، فلما بيحصل بليدنج انت كده بتفقد كميه كبيره من الايرن اللي موجوده في جسمك. يا اما بسبب الانكريز اوف نيد اوف ايرن في حالات الحمل واللاكتيشن، البريجنانسي واللاكتيشن اللي هو الحمل والرضاعه، بنحتاج نسبة اكبر من الايرن في جسمنا، فاحنا انت متاخدش المتطلب بتاعك منه فبيحصل ديفيشينسي عندك. يا اما بسبب بعض الدراجز او الانتيبيوتيك، بعض المضادات الحيوية بتأثر على الابزوربشن بتاع الايرن، بتخلي فيه ديفيشينسي زي التتراسايكلين. لما يحصل ايرن ديفيشينسي انيميا، انت خلاص جاست ان انت مصاب بانيميا بسبب ديفيشينسي في الايرن. فايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليك؟ ممكن شتيج اللي هو ارهاق او تعب، بيل سكين اللي هو شحوب في الجلد،
shortness of breath اللي هو صعوبة في التنفس، brittle nails اللي هو هشاشة في الأظافر، irregular heart rate اللي هو عدم انتظام في معدل ضربات دقات القلب، underactive thyroid اللي هو كسل في الغدة الدرقية، frequent headache اللي هو صداع متكرر. دي الأعراض أو symptoms اللي بتظهر على المصاب بـ iron deficiency anemia. طب إيه النصائح اللي ممكن نتبعها بحيث إن هي تزود الأبزوربشن للأيرن؟ أهم حاجة اللي هو فيتامين سي بيعمل على تحسين من الامتصاص للحديد في جسمنا، لأن فيتامين سي بيحول الفيريك لفيرس، الفيرس اللي هو الFE بلس 2، ده الصورة اللي بيمتص عليها الحديد في جسمنا أو بتستخدم. أما الفيريك اللي هو FE بلس 3 دي مش بتستخدم، فعشان يتحول الفيريك لفيرس فاحنا محتاجين فيتامين سي. عندنا الشاي، كمان الشاي بيأثر على الأبزوربشن للحديد، فاحنا نتجنب شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، خاصة لو احنا بناكل مصادر أو الأيرن اللي احنا بناخدوه من مصادر نباتية، لأن الأيرن الموجود في المصادر النباتية بيكون اسمه نم هيم، أما الأيرن الموجود في المصادر الحيوانية بيكون هيم، يعني بيحصل له أبزوربشن على طول. أما اللي من المصادر نباتية محتاجين فيتامين سي عشان يحول الفيريك لفيرس، وبالتالي يتم امتصاص الفيرس وما يحصلش ديفيشينسي في الأيرن. يبقى دي نصائح عشان نزود من الأبزوربشن للأيرن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.